في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تستضيفها قطر، حيث أكد الموقع الرسمي لفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية هذا العام ستقام في قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يشارك ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر في النسخة القادمة من مونديال الأندية بعدما توج بطلا لنسخة 2019 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويذكر أن ريال مدريد الأسباني توج بطلا لبطولة كأس العالم الأندية في النسخ الثلاثة الأخيرة، وكان ريال مدريد حقق فوزا عريضا على العين الإماراتي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الأندية الماضية التي أقيمت في الإمارات، علما بأن حسين الشحات نجم النادي الأهلي كان يلعب ضمن صفوف العين في مونديال الأندية 2018.